ناتيا بترحب بيكو وبتقول لكم هي هتعمل فيديو كل يوم اتنين عن تقنية من تقنيات الاكسس بورز. هتتكلم النهاردة عن سؤال ماذا لو لم يكن هناك ماضي. ليه؟ عشان نحرر نفسنا من الماضي. مش كل مرة نبدأ من النقطة اللي احنا انتهينا فيها. كل يوم الصبح نصحى نفحم نفسنا بالحاجات اللي احنا ما عملناهاش امبارح. مثلا نقول انا اكلت كتير امبارح فاكيد هبقى تعبانة النهاردة. واحد تاني يقول انا اتطلقت من 3 سنين فلازم ما بقاش مبسوطة دلوقتي. طيب هي بتتكلم عن سؤال ماذا لو عشت لو لم يكن هناك ماضي. يعني ايه اللي هيحصل لو عشنا لو حسينا ان مفيش ماضي؟ هنختار ايه ساعتها؟ مثلا هي لما ما بتنجز عمل امبارح بتصحى تاني يوم زعلانة. بالصدفة فكرت في التقنية دي، تقنية ايه اللي هيحصل لو عشنا كأن مفيش ماضي. هنختار ايه ساعتها؟ ايه اللي هيحصل لو تحررنا من حدود الماضي وقيوده؟ ايه هي طاقة النهاردة؟ وايه اللي هيجذبني؟ وانا مين النهاردة؟ وايه اللي هقدر اعمله النهاردة؟ اذا سمحت لنفسي اني اعيش بالحرية دي وبالحياة دي وبقوة البدء دي وبطاقة مختلفة. ايه اللي هيحصل لو صحيت في غاية السعادة وقررت ان انا هبدأ من جديد؟ بتقول لنا جربوا تخلقوا حياتكم من جديد. بقوة ماذا لو لم يكن هناك ماضي؟ ماذا لو كان الحاضر بس هو اللي عندنا؟ ماذا لو كل صباح صحينا وبدأنا من جديد واستمتعنا بحياتنا؟ ماذا يمكن أن نكون النهاردة؟ ماذا يمكن أن نختار إذا عشنا نفسنا وعشنا ذاتنا؟ ماذا يمكن أن نختار ونحيا؟ إذا تخلينا عن كنا شخص عادي بكنا نعيش تميزنا وتفردنا، هنختار إيه وقتها؟ إيه هي الحقيقة وقتها؟ حقيقتنا إيه النهاردة؟ بتنصحنا نحاول نلغي الماضي ونعيش هنا والآن. مثلا في العلاقات بتقول لنا نسأل ايه الحاجة اللي عملها مختلفة تخلي علاقتي ناجحة، علاقاتي ناجحة. تنصحنا نسأل زي ما نقدر على قد ما نقدر. مثلا ماذا لو توقفت عن ربط نفسي بالماضي وتعريفات الماضي؟ ايه اللي هيحصل لو قررت اني اعيش نفسي واعيش حقيقتي واعيش حياة مبنية على اختياراتي؟ لان الحياة مبنية على اختياراتنا. ايه كمان ممكن؟ ايه ممكن يفتح لنا كل الاحتمالات؟ في كل دقيقة. So what can you choose today and what will you choose if there were no past?
وبتشكرنا، بتقول لنا نستمتع بالتقنية وهي مستنية آرائنا، وبتقول لنا اسمحوا لنفسكم تكونوا ذاتكم. I'm so grateful you are here on this planet and that you in these weird times allow yourself to be like to be different and to be you. في العالم الجميل المختلف. شكرا جدا أمنياتي. Even on Monday have too much fun. And yeah, see you somewhere in the future. Bye.